هل تعلم عزيزي اللي شاف الفيلم او اللي مبسوط انه حد من ولادنا بيمثل في السينما العالميه في فيلم ساحق النجاح، فيلم ناجح جدا، هل تعلم انه اصلا لما ابتدى يدرس دخل كليه الطب او كان بيجهز نفسه انه يدخل كليه الطب بناء على رغبه اهله؟ درست قد ايه كده؟ انا طبعا يعني لازم تبتدي تختاري السبجكتس بتاعتك في الهاي سكول عشان تجهزي نفسك. فانا دخلت نيوروساينس اللي هو يعني ساينس بتاع المخ، فدخلته سنه وكنت بصراحه انا كنت عايز امثل، بس كنت عارف طبعا الماما وبابا على طول بيقولوا لي يعني لا دي مش حاجه تعملها كشغل، تعملها كفور فن يعني. بس انا كنت عايز اعملها يعني، كنت عايز يعني بيقولوا لو انت لقيت حاجه بتحبها تعملها مش هتشتغل ولا يوم في حياتك، صح؟ صح. صح يعني انت هتبقى بتبقى سعيد وخلاص خلاص يعني مش هتعتبره شغل عشان انت بتحب اللي انت بتعمله. فانا كنت عايز حاجه كده. فبعد السنه كنت قاعد في كالكولس كلاس اللي هو الماث بس صعب صعب جدا، وكنت قاعد كده وقلت ده مش هينفع كده يعني مش مظبوطه معايا. فقلت مش عايز ازعل ماما بابا، فاروح اعمل اوديشن الاول عشان حتى مدرسه التمثيل لازم تعمل لها اوديشن يعني مش اي حد يدخل. فقلت هروح اعمل اوديشن ولو جت معايا هروح ولو ما جتش خلاص هنساها. فروحت عملت اوديشن وجات لي، فاضطريت طبعا اقول لماما وبابا. كان بالنسبه لهم خبر حزين طبعا، اصل مورا مارجو الاثنين في صيدله، فهم الاثنين صيدليين فقالوا عايزين بقى مينا يبقى دكتور. انت الصغير يا مينا، انت اصغر واحد في العيله. اصغر واحد. بصي انا هقول لك حاجه، اخواتي كانوا مركزين جدا في الدراسه، فكل يوم ارجع وانا طبعا صغير عايز العب وعايز اعمل الاقيهم قافلين الباب بيذاكروا، فكانوا على طول بيذاكروا يعني ما كانوش حتى ولا بيخرجوا ولا بيعملوا حاجه. حتى اول سنه دي على فكره انا ما قلتلهمش بس جالي الاونر رول، يعني اول سنه اللي انا درستها دي جالي الاونر رول، هو يعني مرتبه الشرف. ايوه. فبس ما قلتلهمش طبعا، انا ما كنتش عايز ازعلهم اكتر عشان ما تمسكوش يعني. بالظبط. That man made a snake. It's a big snake. It's a scary snake. Now it's a snake and it's gone. Get off. Am I going a tad far with the bat? Boy, you tripping. Dahlia? This is getting so good. It's so good.